مساء الخير يا جماعة. النهاردة هتكلم في موضوع الناس اللي بتتريق على الأكل الصيني وناسي نفسها، وعلى المثل ما يبقاش شريكك كله فضايح وتيجي عندي تديني نصايح. أنا ما بدافعش عن الصين، لكن أنا بحاول أخلي الناس تبص لنفسها شوية وتفكر. سألت نفسك، رغيف الحواوشي أبو 3 جنيه اللحمة بتاعته دي إيه؟ سندوتشات الكبدة والسجق اللي تمنها من 3 جنيه ل 5 جنيه دي اصلها ايه؟ كيلو الكفته اللي بيتقال عليها كفته كندوس دي ب 30 و 35 جنيه وبتوصل ل 45 جنيه، اللحمه دي ايه؟ الفشه والكرشه ولحمه الراس. طيب الطعميه، انتوا عارفين ان اغلب محلات الطعميه بيجيبوا العيش من بتوع الزبالة وياخدوه ويطحنوه ويضيفوه على الفول بتاع الطعمية، ودي حقيقة. الناس اللي بتبيع طعمية في الشوارع. الفسيخ، وما أدراك ما الفسيخ؟ يا ترى انت لو عندك محل كشري وفضل عندك شوية هترميهم ولا هتحطه في التلاجة ولا هتسيبه لتاني يوم الصبح زي ما هو كده في المحل؟ الشاورما، خصوصا شاورما اللحمة، انتوا عارفين شوربة الماجي بتتعمل من ايه؟ الناجتس. بلاش نخش على حاجة تانية غير الحاجات اللي بتتاكل. انتوا عارفين الشماعات السوداء اللي مالية دوالبنا اللي بتجينا من عند اللوندري والمكواجي دي جاية منين؟ دي اصلا بواقي الزبالات بتاعتنا، وعشان كده ابسط يعني حاجة تثبت لكم صدق كلامي، امسك الشماعة وشمها. بلاش، بتلاقي الشماعة وانت معلقة الحاجات بتلاقيها تتكسر لوحدها، انت لو جيت تلعب فيها هتلاقيها كسرت، عشان ده كل ده من مخلفات الزبالة اللي موجودة في الشوارع، واديك انت حاططها في بيتك. طيب هقول لكم بقى على حاجة بس محدش يزعل مني. المناديل اللي بتتباع في الشوارع أرخص من اللي بتتباع في الصيدليات والمحلات، اللي هو تبص تلاقيه مغير لك حرف من الأحرف، وبيبيعوها ناس وأنت بتشتريها وأنت سايق عربيتك ومش واخد بالك. أنت عارف المناديل دي بتتعمل من إيه؟ هقول لكم، وهي دي هتبقى آخر حاجة هتكلم فيها عشان محدش يقتلني. هما بيلموا البامبرز والفوط الصحية من الزبالة وبياخدوها، وبعد كده بيحطوها في مية مغلية لغاية ما تنضف، وبعد كده ياخدوها يحطوها في الشمس لغاية ما تنشف، بيبقى فيها المادة الجيلاتينية اللي بتبقى جوه دي بيفضوها، وبعد كده بيطحنوها ويعيدوا تصنيع المناديل دي تاني ويعملوها كمناديل. عشان كده انت بتلاقي المناديل اللي بتتباع في الشوارع الرخيصة غامقه شويه وملمسها ناشف. يعني يا جماعه احنا اصلا بنعك، نخلي بالنا من نفسنا وربنا يسهل وتزوح الغمه اللي احنا فيها ديت، ونتعظ ونحافظ على نفسنا. شكرا. محمد جمال البابلي. لو عجبكم الموضوع دوت خش على قناتي واشترك فيها، هيجيلك كل حاجه جديده.